فأكيد إحنا مكملين معاكم في تغطيتنا لأبرز المواضيع اللي قاعدة تصير في إكسبو، واليوم تحت عنوان نحن نساء مؤثرات في إكسبو، وبالتعاون مع MBC نستعرض قصص ملهمة لأكثر النساء الرائدات اللي ساعدوا على إطلاق أكبر حدث عالمي إكسبو 2020، وبهدف تمكين المرأة كشعار تعمل عليه دولة الإمارات لسنوات طويلة. خلونا نتعرف من خلال هذا الفيلم القصير على درب نجاحات المرأة الإماراتية في إكسبو. يا هلا يا هلا يا هلا بالكل، بحبكم نكمل. في تاريخ معارض إكسبو الدولية أول مرة يقام في مدينة دبي تستضيف دولة الإمارات، فهذا يمكن يجسد ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في جمع 192 دولة في مكان واحد، وأيضا يجسد قدرة أبناء الإمارات في تحقيق إنجازات مثل. I studied sustainability because I wanted to make a difference for this world, for my children. To show that opportunity is reachable for everyone and everyone can make a change to reach opportunities. It's really important for us to make sure that youth voices are heard and that this program is created in an incredibly inclusive manner to bring everybody to the table. نحن نبغي الدول المشاركة تتكلم. دولة الإمارات قدمت لنا الأفضل من ناحية الخدمات الحكومية، نحن سهلت لنا المشاركة.